أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم لو كان صارت في ثمانينات أو تسعينات القرن الماضي راهي بقات نقطة استفهام للمحققين، وراهم لا عارفوا لا الجاني ولا الجونات ولا نجموا يشدوهم. يقول القائل علاش؟ لأنه العالم في الثلاثين سنة الأخرانين عرف ثورة تكنولوجية مذهلة، والنسق متاع التحولات اللي قاعدين نعيشوا فيها سريع بشكل خيالي. تعدينا من هواتف خلوية وظيفتها هي المكالمات أو الإرساليات يعني الزسماس، ولاو هواتف ذكية مجهزة بعدسات تصوير آخر طراز والدقة متاعهم خرافية، لدرجة أنه العالم ولا شي يسوى بلا صورة، بلاش كاميروات، كل شيء يتصور وكل شيء مقاطع فيديو. ووسائل التواصل الاجتماعي زادت جذرت هالثقافة الجديدة متاع التصوير بأنواعه، من الفيسبوك للإنستغرام مرورا بتيك توك. والتصاور والكاميروات متاع المراقبة ولات جزء من حياتنا وفي كل بلاصة وكل تركينة، ومستحيل أنه الإنسان يتجنبهم، من الشوارع للإدارات للمغازات لمحطات النقل، وين تمشي لازم باش تصور الكاميرا. وباش ما نطولوش عليكم وندخلوا في صميم الموضوع، كاميروات المراقبة ما زالوا إلى حد الآن موضوع نقاش، وبرشا يعتبروهم انتهاك للحرية الشخصية، وهذا حديث آخر. ورغم هالسجال والجدل اللي صاير، ممنعش عدة بلدان من التكثيف استعمال كاميروات المراقبة، ويعتبروا أنهم يقلصوا برشا من منسوب الجريمة ومن العمليات الإرهابية. وقد ما يكونوا متواجدين قد ما يكون دورهم ردعي، لكن يلزم عدة أعوام القدام باش الناس يفهموا ويستبطنوا ويتأقلموا مع تواجد هالكاميروات، ويعرفوا اللي هما مراقبين أو بالأحرى محميين من الأذى من غيرهم ومن أنفسهم، باش وقت اللي الواحد تخامروا فكرة خارجة على القانون، الكاميروات الموجودة يخليوه يخمم ألف مرة على الشيء اللي قادم عليه، وقتها ربما يتراجع. قضيتنا باش تهزنا للبلاد اللي مصنفة الرابعة عالميا من حيث عدد كاميروات المراقبة، يعني بريطانيا العظمى واللي فيها 5 ملايين كاميرا، وبلغة الإحصائيات يجيوا 5 أو 7 لكل 100 ساكن، وهذا رقم مهول. وبصريح العبارة وقت اللي تسافر لإنجلترا وبالخصوص في لندن، مستحيل الكاميروات ما يرصدوكش ويرصدوا كل تنقلاتك، وهذا باش يهزنا لصميم الموضوع. أطوار القضية بداوا نهار 3 مارس 2021 في تنبك الجائحة متاع الكوفيد، وخلينا نقولوا الكورونا، وبالتحديد في مدينة لندن. سارة إيفرارت عمرها 33 سنة، تخدم ريسبونسابل ماركتينج، مسؤولة على التسويق في وكالة متاع إعلام رقمي، وتسكن وحدها في بريكستون هيل في قلب العاصمة الأنجليزية. سارة قررت نهارتها باش تمشي بحدا صاحبتها روز، واللي تسكن في كلابن كامن في وسط منتزه كبير. سارة خرجت من خدمتها واللي كانت بحدا دارها وما تستحق حتى وسيلة نقل، مع 4:30 روحت باش تبدل حوايجها وتحضر أمورها وتمشي بحدا صاحبتها روز. مع 5:30 خرجت على أساس أنها تقطع المسافة اللي بينها وبين صاحبتها، يعني 3 كيلومترات مشياً على الأقدام، وحبت تتجنب الكيران والتاكسيات بحكم التضييقات اللي فرضتهم جائحة الكورونا، وهي ما تحبش القلق. وفي نهاية الأمر الثنية باش تشدها 50 دقيقة مشي و50 دقيقة جاي، ماهيش حاجة كبيرة، والطقس نهارتها ماهوش بارد برشا. في تواتر هالأحداث وقبل الستة بشوية، سارة دخلت السوبرات،
شريت دبيب ذا شراب أحمر باش تعمل بها جو هي وصاحبتها، والكاميرا متاع السوبرات هذه صورتها من اللي دخلت حتى لين خرجت، ومن بعد صورتها كاميرا أخرى متاع فرع بنكي كبتاتها وهي تمشي على المادة المقابلة بالساشي اللي فيها كالدبوزة في اتجاه الدار متاع روز صاحبتها، واللي موجودة كما قلنا لكم في كلابن كامن، ووقتها التوقيت بالتدقيق 6 متاع العشية، وتتسمى بطات فيها كسوبرات بقاد درجين تقريبا، وهي تشلل في عينيها وتتفرج في السلع. في ترابط هالأحداث سارة خلطت للدار متاع روز وقعدوا مع بعضهم تعشاو، عملوا جو وما سيبوا هكا الدبوزة لما زفروا فيها. ومع 9 متاع الليل سارة شدت 2 متاع المرواح على القدمين كما في المشي، ورغم اللي صاحبتها كانت خايفة عليها على خاطر المسافة طويلة والدنيا ظلام، تمنتها وقالت لها تو نمشي بجنب الضو متاع الحاكم ونطلب الجوش نتونس بيه. وفعلا مع 9:15 صورتها كاميرا تابعة للشرطة في مفترق طرقات، والتليفون متاعها كان في أذنها، معناها تتكلم هي وصاحبها جوش. مختصر الحديث، سارة بقات 1/4 ساعة هي وصاحبها في التليفون، كاو على برشا حاجات وعملوا رونديفو الغدوة في الصباح، معناها نهار الخميس 4 مارس. في مجريات هالأحداث نهارت الموعد، جوش جاء وبقى يستنى في سارة في قهوة كالعادة، وهي مستانسة قبل ما تدخل للخدمة تتعدى غادي، لكن خلطت موعد الرونديفو وهي ما جاتش، جات 9 وفاتت ريحتها ما فماش. صاحبها جوش بقى يطلب فيها ويعاود، لكن تليفونها مسكر، بقى يتسائل وين مشيت هالطفلة. الحاصل نهار كامل وهو بقى متعنكش فيها كالبورتابل متاعه، ثماش ما يصادف وسارة تحل التليفون متاعها، ربما كان في الشارج، لكن شيء باقي مسكر. وكما عاد بها وين جوش طلب جيريمي وسارة، قالوا راهي بنتك من الصباح انجوانيابل، قد ما طلبتها ما تهزش، بالكشي عنده عليها خبر، لكن البو طلع اخر من يعلم. وبالوقت هز مرته وركب في كرهبته وجا من كانت، واللي موجوده في الجنوب الشرقي متاع لندن، ومع 8 متاع الليل مشاو مباشره للمركز متاع بريكستون هيل، عملوا بلاغ على اعتبار انه بنتهم اختفت واخبارها انقطعت. في تسلسل هالأحداث ونهار الجمعة 5 مارس، ووقت اللي الحكاية ولات فيها اون ديسباريسيون انكيتانت، يعني اختفاء محير، الشرطة باش تستند على المعلومات اللي اعطاهم لهم جوش صاحب سارة، على أساس يعرفوا بالضبط شنو اللي صار. هو حكالهم الحكاية بالتدقيق أنه صاحبته مشات لصاحبتها روز في كلابن كامن، واللي قطعت المسافة مشي وجاي على ساقيها. أول حاجة قاموا بها الأعوان هو التأكد من أقوال صاحبها، يا هل ترى فعلا وصلت روز وقعدت مع صاحبتها ومع 9 خرجت باش تروح وإلا لا. ويبدو أنه الاختفاء متاعها صار في طريق العودة، وهذا اللي يلزم يعرفوه البوليسية. وكما سبق وقلنا لكم، وفي لندن المدينة واللي مواطنيها مراقبين في كل حركاتهم وسكناتهم، وحتى اللي عنده فلسة ناقصة في سوريته يطلعوه. إذن كيفاش الشرطة باش تعرف شنو اللي صار؟ بطبيعة الحال بكاميراوات المراقبة اللي موجودين على 2 واللي خذيتها سارة، سواء لكاميرا متاع الحاكم المعلقين في الشوارع والمفترقات، أو في الإدارات والمحلات وحتى المساكن. وتوا تكتشفوا أنه حتى وسائل النقل العمومية يصوروا الكياس بما فيه من اللي يخرجوا من الدبو حتى لين يروحوا. وأكيد راكم تقولوا أن معاينة هالتسجيلات هذه الكل ما هيش سهلة وتتطلب وقت كبير، لكن بحكم أن تكنولوجيات الاتصال تطورت برشا، الأمنيين ياخذوا اللي حاجتهم به من غير ما يتحركوا من بلايسهم. كل شيء بالإنترنت وكل شيء مرقمن، وكل كاميراوات المراقبة اللي موجودة في أنجلترا أو جلهم مرتبطين بمراكز الأمن. وهذاك علاش الشرطة تمكنت في وقت قياسي من استرجاع شريط الأحداث لحظة بلحظة، خاصة الفترة متاع العودة، يعني بداية من 9 متاع الليل وقت اللي سارة شدت 2 لدارها.
في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه آخر صورة شافوها البوليسية لسارة كانت مع 29 دقيقة بالضبط، وهي تمشي في كافنديش روت وتحكي مع جوزيف في التليفون، ومن المفروض كانت تتعدى من قدام مقر وكالة عقارية مجهزة بكاميرات مراقبة ويخدموا لبس عليهم. لكن البوليسية تفاجئوا كيفاش ما شافوا سارة بالكل، معناها ما واصلتش طريقها وما كان ثم حتى طريق آخر إلا هذاك، وبالتالي اختفت في هاك الوقت لأنه الكاميرا اللي في بقية طريقها ما كبتوهاش. والاستنتاج بالنسبة للأعوان أنه صارت حاجة في البلاصة هذيك بالذات، يا أما صارت خطفت فيها كالزاوية الميتة بالنسبة للكاميرات يعني ما صوروهاش، وإلا ثم مسألة أخرى. إذن شنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في تسلسل هالوقائع الصورة متاع سارة وبلاغ الاختفاء متاعها اتعلقوا في كل تركينة من لندن، مع دعوة لأي شخص شافها أو عنده عليها معلومة يتصل بالشرطة. وفي نفس الوقت صار تجنيد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عليها، وبما أنه هذا مكفاش وخلف هذا زادوا بثوا التسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل، لعل حد عرضها أو عنده فكرة على الوجهة اللي خذيتها مع 9:30، يعني الوقت اللي غابت فيه تماما على الأنظار. ولهنا البوليسية باش تجيهم شهادة فيها معلومة أكثر من ثمينة على سارة. علاش ما تقولش أنه مرأة متعدية بكرهبتها في كافنديش رود مع 9:30 بالضبط، وتشوف في فتاة على حافة الطريق تحكي مع شخص طويل وبدين وشافته كيفاش حللها باب كرهبته وطلعت معاه ومشاو. والبلاصة اللي طلعت منها الفتاة هذه وربما تكون سارة هي بالضبط قبل الوكالة العقارية اللي حكينا لكم عليها وفيها دي كاميرا، وهذاك علاش ما تصورتش لأنها في كرهبة. مختصر الحديث، الشهادة متاع المرأة هذه طلعت صحيحة، وزادت تأكدت بالصور اللي خذاتهم كاميرا متاع حافلة تتعدى من نفس الطريق. وقت اللي المحققين عاينوا الصور هذه شافوا سارة فعلا هي وشخص واحد آخر مع 9:34 بحدة سيارة بيضة من نوع فوكسال أسرة مشعلة الأضواء متاعها الأربعة. ومش هذا برك، حافلة أخرى جاية في الاتجاه المعاكس في اللحظة نفسها صورت كيف سارة ووراتها كيفاش طلعت في الكربة مع هكا الشخص المجهول. بتبيع وكالعادة السؤال الكلاسيكي، أشكون هالسيد علاش وقفلها؟ وزعم واحد بزنس عمل روحه يحب يوصلها، وإلا شخص تعرفه؟ ولو فرضنا أنها تعرفه، علاش هالسيد هذا هبط وحكى معها؟ من المفروض يحللها كرهبته من غير ما يهبطلها وتطلع معاه. ملخص الحديث، هالشخص المجهول هذا هو آخر واحد شاف سارة قبل ما تختفي تماما وهزها في كرهبته، وبالتالي يعرف شنو اللي صار لها ولا فين مشيت، وعنده مسؤولية في اختفائها، مما لا يجعل مجال للشك. في تعاقب هالأحداث الشرطة ما ضيعوش برشا وقت، لأنه من نوع متاع هكا الكرهبة اللي ركبت فيها سارة ولونها وجزء من رقم المنجمي متاعها عارفوا اللي هي كرهبة متاع لوكاسيون يعني مكرية، ومشاو للوكالة اللي تكرت منها وهي موجودة في دوفر التابعة لمنطقة كانت. وبالصدفة الشيرة هذه يسكنوا فيها بو أم سارة واللي تبعد 50 كيلومتر على لندن. الحاصل تنقلت فرقة للوكالة هذه وعرفوا منهم أنه الكرهبة هذه كتكريت نهار 3 مارس يعني النهار اللي اختفت فيه سارة، واعطاهم رقم البورتابل متاع السيد اللي كراها. وخلف هذا زادوا ثبتوا عند المشغلين متاع الهواتف المحمولة، والمفاجأة باش تكون قوية وقت اللي عرفوا الهوية متاع الشخص اللي كراها الكرهبة وركبت معاه سارة. وهو جايتكم التفاصيل. السيد اللي كراها الكرهبة وطلعت معاه سارة اسمه وين كوزينز، عمره 48 سنة، متزوج وعنده زوز صغار، ويعيش هو وعائلته في منطقة كانت. لكن كما يقولوا الرديح والضرب الصحيح مش لهنا، لأنه المعلومة اللي بيش يكتشفوها البوليسية واللي ساقتهم هو أنه السيد هذا زميلهم بوليس كيفهم. وقت اللي حلوا عليه الكتاب اكتشفوا اللي هو يخدم عون مرور
من بعد خدم في تأمين المنشآت النووية وفي الجيش الملكي، وفي الأخر استرجع سيفته كشرطي وتم إلحاقه كأجون دو سيكوريتي عون حماية في سفارة الولايات المتحدة بلندن. معناها السيد ماهوش تشيشة ولا طريف. المحققين في هالمرحلة هذه ما استناو حتى دقيقة، وبالوقت هزوا رواحهم ومشاو للدار متاع وين كوزينس. هبطوا عليه من حيث لا يعلم والقاوه راقد، وكي سألوه على نهار 3 مارس اش يعمل مع 9:30 متاع الليل في كافنديش رود، هو بصرا إبرارد ونبهوا عليه وقالوا له اللي عندهم تسجيلات وصور حية تظهروا بكل وضوح اللي هو كان معاها وطلعها في كرهبته، وما ينجمش ينكر الشيء هذا وما عنده فين يهرب، ومعليه كان باش يحكي لهم برجولية شنو اللي صار، علاش اختف سارا وين خباها. ولهنا وين كوزينس طلع زنس وباش يسرد حاثة للأمنيين دوختهم، قال لهم اللي اتصلوا به جماعة ما يعرفهمش، وقالوا له اللي عندهم فكرة على مشاكله المادية وينجموا يعاونوه. اشنو اللي طلبوا منه؟ يحبوه يجيب لهم نساء ولا بنيات يخدموهم في شبكات الدعارة متاعهم، وهدوه إذا كان ما يجيب لهمش حتى واحدة أو يرفض باش يتعامل معاهم يقتلوه هو وولاده ومرته. وباقي وعلى لسان كوزينس قال أن وقت اللي شاف سارا فيها كليل ماشية وحدها وقفلها، وبما أنه بوليس اتمنت له طلعت معاه، ووقتها اتصل بهاتف الجوال بالعصابة اللي حكى لهم عليها وعمل روحه قدامها يكلم في زملائه في المركز باش سارا ما تتفطنش. وفي الأثناء هكا جماعة جاوها في كاميونة وقفوا راه وهبطوا وهزوا سارا بالسيف، طلعوها في هكا الكاميونة ومشاو. وفي نهاية الأمر قال لهم استناوا حتى لين يزيد يعاودوا يتصلوا بيا باش نجيب لهم فتاة أخرى. هذه هي الأقوال متاع وين كوزينس للمحققين وحسب التجربة متاعو كما قلنا لكم. في المرحلة هذه وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين ما صدقوا حتى كلمة من الكلام اللي حكاه وين كوزينس، وظهرت لهم الحكاية هذه متاع حي درابك لا فيها لا راس لا ساس، وخاصة معطاهم حتى معلومة يأكد بها الرواية اللي طلع لهم بها متاع الجماعة اللي عندهم شبكة متاع دعارة. والغريب في الأمر أنه بوليس. في مجريات هالأحداث ونهار 10 مارس يعني أسبوع بالضبط بعد اختفاء سارة، الشرطة ألقت القبض على كوزينس وتهموه باختطافها وقتلها، وبالطبيعة هو أنكر التهمة جملة وتفصيلا. وهو كمع الإيقاف هذا حجزوا له السيارة الشخصية متاعو مش اللي كراها وفركسوا له دارو، وغادي الشرطة باش تلقى بقايا متاع دم على الكرسي التيلاني متاع كرهبة كوزينس. ووقت اللي قاموا بتحليلها في المعمل الجنائي طلعت متاع سارا، ونقطة الاستفهام الكبيرة قدام إنكار وصمت كوزينس هي المصير اللي عرفته سارا. يا هل ترى ما زالت على قيد الحياة وإلا ماتت؟ معناها تقتلت. وشنو اللي صار لها بالضبط بعد ما وين كوزينس هزها في كرهبته؟ في تعاقب أحداث هالقضية المحققين عرفوا بعد التقصيات أنه المتهم كوزينس يملك قطعة متاع أرض في منطقة غابية اسمها هوتسوودز في أشفورد على بعد 16 كيلومتر من كانت. وغادي هبطت التامة والعامة، يعني مشاور في رق الكل متاع الشرطة من مقاومة الإجرام الفرقة الأنياب وحتى المروحيات دخلوا في اللعبة، وفركسوا الدار اللي موجودة في الأرض متاع كوزينس، وبراكة زادة كانت بحذاها فلاوهم فليان. ومن بعد استعانوا بفرقة السينوفيل يعني الأنياب باش يعرفوا وين ينجموا يحفروا تقريبا، على اعتبار كما قلنا أنه سارا قتلت وربما جثتها تنجم تكون مدفونة غادي. في نفس الوقت الأمنيين قاموا بمعاينة الهاتف الجوال متاع وين كوزينس باش يرصدوا التحركات متاعو حسب الإشارات اللي التقطها جواله، ومن خلالها يعرفوا وين كان موجود نهار 3 و4 مارس. وما كانش صحيح بالكل، ومن خلال لبورناج تليفونيك
باش يحدوا الأماكن اللي كان فيها كوزنس. وظهر أنه نهار 3 مارس مع 9:30 متاع الليل كان موجود في كافنديش رود. نهار 5 مارس عدى ساعة كاملة في هوتس وودز. السؤال المطروح، إيش يعمل غادي؟ عملية البحث في المرحلة هذه على جثة سارة تواصلت حتى لنهار الجمعة 12 مارس، وكي جات الخمسة متاع العشية الأعوان الكل كانوا باش يأيسوا، لكن ضربة أخيرة متاع بيوش في الأرض غيرت كل المعطيات، لأنهم سمعوا زميلهم يسيحوا قال لهم ثم حاجة لهنا. الأعوان الكل مشاو يجريوا وهبطوا على ركيبهم وبداوا يبربشوا بيديهم، خافوا للجثة الموجودة غادي تتشوه أو تتمس بالضربة متاع البيوش. وفي لحظات باش يكون الاكتشاف اللي خلى الناس الكل في حالة ذهول تام. هاك الفرق الأمنية المختصة بكلهم بقاو باكمين والدهشة ضربتهم. الاكتشاف كان رهيب ويتمثل في جثة متاع فتاة عارية تماما، وبدات أجزاء من الجسد متاعها تتعفن، وكانت عندها آثار متاع حروق بليغة، معناها اللي قتلها شعل فيها النار، على أساس يتلف معالم الجثة باش ما يعقلوهاش، ومن بعد حفر حفرة وردمها غادي. مختصر الحديث، الجثة تهزت مباشرة للتشريح، وبفضل تحليل الأديان يعني الحمض النووي وبالبصمات متاع الأسنان ما كانش صعيب باش يتعرفوا على القتيلة. وظهرت المسكينة سارة إيفرارد. الطبيب الشرعي قال اللي هي تعرضت للاغتصاب ثم الخنق، ومن بعد الجاني حب يحرقها، في باله باش يطمس معالم جريمته. في ترابط هالأبحاث المحققين ما عاد عندهم حتى شك في أنه وين كوزينز خطط للجريمة متاعه تخطيط محكم وقبل بعدة أيامات، أما ما كانش مستقصد سارة بالذات، وإنما حب يخطف فتاة يغتصبها ثم يتخلص منها. هذا هو المشروع متاعه تماما كما القتلة التسلسليين اللي عولوا على الصدفة في اختيار ضحاياهم، معناها اللي تجيبها الأقدار في ثنيتهم يكون هذاك آخر نهار في حياتها. في مجريات هالأبحاث التحريات أثبتت أن وين كوزينز نقل عدة مرات لوسط لندن وهو وقتها ما يخدمش. مشى نهار 23 جانفي، 25 فيفري و 14 فيفري باش يحدد الأماكن اللي ممكن يصطاد فيهم الضحية متاعو. ولندن كما تعرفوا كبيرة وفيها بارشة حركة، معناها ينجم الواحد يعمل اللي يحب من غير ما يفتن به حد. ونهار 28 فيفري بالذات وين كوزينز شريمو نوت، واللي الشباب يسميوها الميس نوت، شريها عن طريق الموقع التجاري متاع أمازون. وهالليمونوت هذو من الأمنيين القاوم في كرهبته، والقاوم معاهم ريبون أديزيف شريط للساق، وفي نفس النهار كريها كالكرهبة يعني لسترا لنهار 3 مارس. وفي النهار ذاك خرج من خدمته في سفارة الولايات المتحدة وروح لداره في منطقة كانت، وقال المرت وولاده أنه عنده خدمة بالليل زارفيز زايد، وبتبيع يكذب عليهم ما ثماشي منها الحكاية هذه، وإنما حاجته باش يتفاضى بروحه ويعمل اللي في راسه. مع الخمسة غير ربع من نهار 3 مارس مشى لوكالة كراء السيارات باش يهز كرهبته، وكيما سبق وقلنا لكم كاميروات المراقبة موجودين في كل بلاصة في انجلترا، وكوزينز تصور وهو يحكي مع الموظفة اللي سلمت له السيارة، والصورة كانت واضحة وضوح الشمس ومعها الصوت زادة، معناها ما ثماش أكثر من هكا دليل. في مجريات هالأحداث وين كوزينز بعد ما خدا كرهبته من دوفر مشى لندن ودخل السوبر مارشي مع 8 متاع الليل، شرا ديزيلاستيك يعني هكا اللي يربطوا بيهم الشعر، والكاميرا متاع المحل صورته، وحد ما كان يعرف اش باش يعمل بكاليزيلاستيك. ما عدا واحد من المحققين قال اللي هو باش يستعملهم مع الواقي الذكري عند الاغتصاب. ودوب ما خرج مكان المساحه الكبرى بقى يدور بالكرهبه متاعو في الشوارع القريبه بحثا عن فريسته بطبيعه الحال، حتى لين وصل لكافنديش رود
وغادي فين شاف سارة وهي في طريق المرواح لدارهم. وقف الكهرباء وبقى يستنى فيها حتى لين وصلت وهبط لها، جبد لها بطاقته الأمنية وخلاها تفهم اللي هو ينتمي لها كالفرق اللي كونوهم في عدة بلدان أوروبية أيامات الجائحة متاع الكورونا، باش يردعوا المواطنين اللي ما يحترموش الحجر الصحي. وسارة فعلا كانت مخالفة لأنها تجاوزت الوقت المسموح فيه بالجولان، وعلى خاطر زادة ما يشي لابسة الكمامة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، وين كوزينس ما جابهاش من راسه الحكاية هذه، لأنه فعلا كان مكلف أحيانا بدوريات من نوع هذا، معناها يسخروه باش يدور ويراقب مدام تيثال المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي، وبالتالي يعرف مليح كيفاش تصير الأمور. الشيء اللي خلى سارة تصدق أنه وقفها على خاطرها في وضعية غير قانونية، وكي قال لها اطلع معايا في الكهرباء على أساس باش يهزها للمركز ويعمل لها محضر، طلعت معاه لأنها متمانة سيد أمني. وقتها حط لها ليمونات في ديها وقال لها هذا تابع الإجراء، وهي المسكينة باقي جادد عليها ومصدقته. في تسلسل الأحداث وين كوزينز شد الثنية بسارة، لكن مش للمركز، ذات طريق متاع دوفر. وقت اللي فهمت أنه الحكاية فيها أنه بدأت تسيح، وهو وقف الكرهبة في بلاصة خلاه وفشخها المسكينة تفشيخ بالضرب، وقرتها بكالاديزيف يعني شريط اللصاق، وسكر لها فمها. مختصر الحديث، دوب ما خلطت بها الدوفر، هبطها من الكرهبة متاع اللوكاسيون وطلعها في كرهبته الشخصية، ومشى بها بطبيعة الحال للأرض متاعو في هوتس وودس. وغادي سارة باش تعدي أتعس ليلة في حياتها، أنه وين اغتصبها شر اغتصاب وأشبع فيها غرائز الحيوانية عدة مرات، وفي الأخر بدأ يخنق فيها وهي المسكينة تفرم وتسكر عليها نفس وبدأ تتلقف حتى لين فاقت الحياة. الوقايع اللي كنتوا تسمعوا فيهم صاروا ما بين ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل، وليلتها كوزينز خبى الجثة متاع سارة في الحشيش وروح لداره، ومن غدوة افطر كيعات وعمل كرواسون شوكولا شو، ورجع الكرهبة للوكالة اللي كرهها منها ومشى في كرهبته البحيرة صغيرة، وغادي تخلص من التليفون متاع سارة. والمشكل أنه في كل التنقلات متاع وين كوزينز تم رصده بكاميرات المراقبة وتصور. النهار 5 مارس مع الأحداش، وين كوزينز طلب عرفه في سفارة الولايات المتحدة، قال له راني مريض ماني جاي. من بعد طلع في كرهبته شد الثنية متاع هوتس وودس وعمل الوقفة في محطة متاع بنزين شرى بيدون وعبى فيه 5 إيترات إيسانس، وكل عادة كاميرا متاع مراقبة باش تصوره. ونفس الشيء زادة وقت اللي وقف في مغازة وشرى منها زوز شكاير كبار وباش بزوز مترو على زوز مترو وفحم متاع باربكيو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وين كوزينز وصل للأرض متاعو وجبد الجثة متاع سارة من وسطك الحشيش، نفخها بالليسانس وحرقها، وبقى يتفرج وهي تاكل فيها النار وهو يتلذ. ومن بعد كي وصلت الحالة متقدمة من الحروق، حفر حفرة وردمها فيها، وما كانش يتصور بالكل أنه الأمنيين باش يعثروا عليها بهاك السرعة الكبيرة، لأنه كوزينز في باله باش تتعفن وتولي هيكل عظمي وما يلقاوهاش. وعلى فكرة سارة ما تفنهاش وحدها، تفن معها حوايجها، لكن في نهاية الأمر العملية هذه قام بها وهو مربوث وخاف لا يلفت الانتباه، وهذاك علاش ما استناش الجثة حتى تتحرق كليا. في الحقبة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الصادم في تصرفات وين كوزينز هو أنه بعد الجريمة الشنعاء هذه اللي قام بها، يعني من اغتصاب سارة وفضاعة الطريقة اللي حب يتخلص بها من الجثة، واصل حياته عادي، هزوا لدو للدونتيست، من بعد هزهم يلعبوا في البلاصة اللي دفن فيها سارة، ومن غادي يكلم الفيتيرينير متاعو باش ياخذ رونديفو لكلبه، وقال له راهو كلبي عنده اكتئاب ومسخفني المسكين وما ياكلش
وهالزنس مزيرك قتل روح بشرية لا روف ولا حلم. هل يحكينا هولكم الكل تقال في محاكمته أمام ذهول هيئة المحكمة ولجنة الحكماء وكل الحاضرين، وبطبيعة الحال عقوبته كانت في حجم الجريمة بتاعه، لأنه تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الشيء اللي حزن أنه السيد بوليس، وهذاك علاش دولة كاملة رصت لها تطلب في السماح على اللي اقترفوا وين كوزنس العون متاعها. لكن بقى تسائل يدور، زعم كوزنس هذا ما قتلش فتيات أو نساء آخرين بعد ما اغتصبهم وبنفس الطريقة؟ حسب المعطيات متاع البوليس دو لابوليس، في عام 2015 و2017 قام بالاعتداء على الأخلاق الحميدة قدام امرأة، يعني عر عليها روحه، واكتشفوا اللي عنده محادثات مع زملائه على الواتساب وهو ما يحكيه على الاغتصاب والأجواء متاعو. أشنو اللي تستناه من نوعية كمن هذه من الأعوان؟ لكن في نهاية الأمر زملائه الثلاثة تم طردهم من الجسم الأمني. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.